اللحمات كي يمرضوا يعطيوا برشا انواع من الاعراض. كان نبداو نفصلوا فيهم بالوحيده بالوحيده. اي نتحدثوا على لحمات الخشم مثلا الصغير كي كيف تصير له مشاكل في لحمات الخشم هو شنو يصير عاده في العمر نتاع عام ونص تظهر مشاكل لحمات الصغار. الكل عندنا لحمات الخشم راهو يتولدوا صغيرات الكل عندهم لحمات الخشم. اما شنو فما الا يمرضوا ياسر فما لا ما يمرضوش فما الامرض بصفه متوسطه. لحمات الخشم تبدا المظاهر نتاعها تظهر في العمر نتاع عام ونص لا باش يعمل المشاكل. واضح الصغير يتولد ما عنده حتى شيء يتنفس عادي شيء منظيف يعمل 66 كيف كل ملايكه. في العمر نتاع عام ونص اذا كان باش يعمل تضخم في لحمات نتاع الخشم يولي الصوت نتاع النفس نتاعه يتسمع. يقولوا النفس نتاعو يحراش بالعربي يقولوا يحراش معناتها يولي تسمع ما عادش كيما لي بيبي هكا نفس داخل خارج. تزيد تتعكر المسائل فانت توصل اكثر المشاكل في العمر نتاع 3 سنين يولي الصغير يشقر شخير كبير. المشكل اذا كان قلقهم ولا برشا واني باش نعطيكم بعض امثله. المثال الاول فانت بالنسبه للحمات الخشم احنا نحيوهم وقتاش؟ وقت اللي يعمل دي برونشيت أي. برونشيت ريبيتيشن نقولوا 5 مرات في العام. اذا كان فك علق فك علق فما صغيرات نقولها لك يمرضوا بالعشرة مرات حاجه فوق الخيال فهمت معناها براتيكمون كل شهر مرضى قلق كبير للصغير كيما نحيو اللحمات نتاع الخشم بالطبيعه لحمات القريش هذه البرونشيت لا للشخير والانقطاع التنفس الخنين اذا كان الطفل الصغير على طول فانت خنين وتجبد فما صغيرات يبدا عندهم سواقي تحت الخشم بتاعها محمر. هذو هم الحالات اللي نحيو فيهم لحمات الخشم القريش. بالنسبة لحمات القريش التضخم زادة اللي يعمل انقطاع تنفس نحيوهم زادة وقت الصغير يعمل ديزونجين برشا فانتي ما تيمرض بالقريش 4 مرات فما فوق. واضح نحيهم اذا كان ليزونجين عملوا اختلاطات معناتها عملوا دي كومبليكاسيون او عملوا مشاكل في القلب او عملوا مشاكل نتاع روماتيزم في الركايب او عملوا مشاكل نتاع فليغمون فانت يقولوا الماده عملوا معناتها بوش نتاع بيف وسط القرجومه هذوما زاد يتنحوا. ونحيهم اخيرا وقت اللي يعملوا سورتو شي لي ادوليسون ولا فانت عند الكبار يعملوا ريحه كبيره في الفم زاد وقتها نجموا نحيهم اذا كان عملوا مشاكل في معناتها في العائله ولا عملوا مشاكل في مع الاصحاب اتسيترا ولا يقلقوا الانسان. في 30 ثانيه دكتور اللي ندرا وقت اللي نحيو اللحمات هذوما حلينا على رواحنا ببلاء على خاطر الجراثيم باش تولي ترتع وتدخل كيما تحب من الخشم ومن الفم والا راهو البدن ديما يلقى كيفاش يدافع على روحه. اذا كان نحينا لحمات القريش والخشم وهما كانوا سبب نتاع المشاكل تمشي المشاكل هذه الكل صحيح صح سالم حديد.